بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم في سادس محاضرات التحكيم التجاري الدولي، وموضوع اليوم هو اتفاق التحكيم. وهنا سوف نتحدث عن الشكل الثاني من أوجه اتفاق التحكيم، وهو المتعلق بعقد التحكيم أو اتفاقية التحكيم المستقل. سبق وأوضحنا أن اللجوء إلى التحكيم يتطلب اتفاق، وأن الاتفاق يتخذ ثلاثة أشكال: شرط ومشارطة وتحكيم بالإحالة. وتحدثنا عن الشرط ومفهومه ومضمونه وأوجه بطلانه. اليوم نتحدث عن مشارطة التحكيم أو اتفاق التحكيم أو عقد التحكيم أو اتفاقية أو الاتفاق أو المعاهدة. تسمى ما تسمى، وإنما ما يقصد باسمها هو العقد المستقل الذي ينبني عليه إرادة واضحة وصريحة من الأطراف في اللجوء إلى التحكيم. طب لماذا أقول عليه عقد مستقل؟ ما سبق وأوضحنا أن شرط التحكيم هو شرط، أيضا هو اتفاق مستقل. شرط التحكيم هو يفرغ في العقد الأصل، وإن كان هو يتضمن أو يكتسب استقلالية، لكن هذا الاتفاق لا يكتسب استقلالية فقط هو بيكتسبها، وإنما هو بيتخذ شكل مستقل عن العقد الأصل، أي أن العقد الأصلي يبرم دون أي إشارة إلى اللجوء إلى التحكيم. وتفرغ هذه الاتفاقية إما بعد توقيع هذا العقد أو نشأة نزاع، أو قبل أن تنشأ النزاع، وتفرغ هذه الاتفاقية توضيحا لوجود اتفاق خاص في حالة نشوء نزاع متعلق بهذا العقد أن يلجأ الأطراف إلى التحكيم. وبيكون الميزة في هذا الاتفاق هو أنه بيشمل كافة عناصر وأوجه اللجوء إلى التحكيم، يعني بيشمل مضمون اتفاق التحكيم، اسم المركز اللي هنحكم فيه، أسماء هيئة التحكيم وعددهم واختصاصاتهم أو تخصصاتهم، موضوع النزاع اللي هيعرض، شكل التحكيم هينظر إزاي، مكانه، زمانه، وقته، مدته، الحكم الذي يصدر فيه، القانون الذي سوف يطبق، مضمون عرض النزاع، طريقة الطرح، أسلوب رد الأطراف على بعض من المستندات، أماكن إعلان الأطراف. بيخطروا الأطراف مركز التحكيم بوجود هذا الاتفاق بعد إبرام، وأنهم أقروا بأنهم يرتضوا تطبيق اللائحة الخاصة بمركز التحكيم المشار عليه وهو مركز فلان الفلاني للتحكيم الدولي، وأننا سوف نطبق اللائحة الخاصة بهذا المركز. وهذا الاتفاق وإن تضمن كافة الأوجه المتعلقة باللجوء إلى التحكيم، إنما هو أشار أو أوضح أن هذه العناصر بتكون مفصلة في اتفاق التحكيم عن شرط التحكيم. شرط التحكيم سببه ان احنا قلنا ان قد يفتقر الى عناصر، وقد لا تتجه اراده المتعاقد الاصلي في اللجوء الى التحكيم اصلا كوسيله لفض النزاع، وانما في حاله وجود اتفاق تحكيم خاص وواضح ومبين فيه عناصر والتفاصيل وكافه مواعيده الاجرائيه ومكانه وزمانه وقانون الواجب التطبيق، اي انه هو بمثابه اقرار صريح وإرادة صريحة بأنه تراضى ووافق على اللجوء إلى التحكيم. وقد يلحق هذا الاتفاق أيضا بطلان لأوجه البطلان المتعددة، فهو بمثابة اتفاق زيه زي العقد العادي، يجب أن يتوافر فيه رضا وأهلية، ويجب أن يتوافر فيه سبب ومحل، وبالتالي إذا لم تتوافر هذه العناصر قد يبطل، ويجب ألا يضمن على أمر متعلق من بأمور النظام العام كما سبق وأن أوضحنا. ويمكن أن يحرر هذا العقد أو هذا الاتفاق بنموذج أو بشكل عام، وإنما يجب أن يحرر. يعني إيه يجب أن يحرر؟ يعني هذا العقد لا يمكن أن يكون شفوي، إحنا قررنا نلجأ إلى التحكيم كده مشافهة. إذا اتفق الأطراف على اللجوء إلى التحكيم يجب أن يفرغوا إرادتهم في شكل مكتوب، وإلا كان باطل. سبب رئيس من أسباب بطلان اتفاق على التحكيم هو عدم كتابة اتفاق التحكيم.
إذا لم يكتب اتفاق التحكيم صراحة ووقع عليه الأطراف كان اتفاق باطلا بطلان مطلق. قد لا يكتب اتفاق التحكيم بصورة أو بصيغة عقد، وإنما يستفاد من أن الأطراف وافقوا على اللجوء إلى التحكيم بمجرد الرسائل الإلكترونية أو الرسائل البريدية أو الرسائل النصية أو أي نوع من أنواع الرسائل أو التبادل الذي تم بين الأطراف كتابة وليس تليفونية، بفاكس، بتيليكس، بإيميل، برسالة، بأي نوع من أنواع أشكال الرسائل، بأنهم قالوا بأنهم سوف يلجأوا إلى التحكيم في المكان الفلاني في الموضوع كذا لوجود نزاع لوجود كذا، وهنتفق على تطبيق لائحة المركز وسوف نختار أسماء المحكمين من المركز. وبالتالي بيكون هذا دليل، اللي هي هذه الرسائل بتكون هذه دليل على موافقة الأطراف في اللجوء إلى التحكيم، ويستتبع منه أن هذا الاتفاق كان مكتوبا وكان بإرادة حرة صريحة وإلا كان باطلا بطلانا مطلقا. من هنا يتضح أن اتفاق التحكيم في صورته الثانية أشمل، أوضح، أعم، ليس قاصر، هو مانع لأنه أيضا بيمنع من اللجوء إلى القضاء العادي، وإنما ليس بقاصر، هو واضح، عام، شامل، بيشمل كافة العناصر، بيشمل كافة الأوجه، بيشمل كافة الطرق أو الوسائل اللي سوف تجرى في نظر قضية التحكيم.